زميلنا العزيز فاروق صلاح، صباح الفل عليك واهلا بيك، اتفضل احنا سامعينك وعايزين نعرف منك بقى ايه اخر الاخبار والمستجدات. برحب بك يا كريم، برحب بك يا مريم، برحب بالاستاذ عبد القادر السعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلال الايام المعتاده خلاص لقاء متكرر وصباح جديد 10 الصبح في الاهلي من هنا من النمسا. وخليني طبعا ان انا يعني ارحب بكم جميعا، وزي ما قلنا يعني دائما من خلالكم ومن خلال قناه النادي الاهلي بنحاول احنا نرصد كل التفاصيل، نحط جمهور النادي الاهلي، نعيشهم الاجواء هنا في النمسا. تعرف كريم مرحله مهمه جدا، ومرحله يعني المعسكر الاعداد في توقيت نموذج بالنسبه للنادي الاهلي، وزي ما قال الاستاذ عبد القادر هي فرصه ان مستر كولر بيجرب من خلالها بعض الامور الفنيه اللي ان شاء الله ما الوقت ما بقاش يساعد ان هو يطبقها في المباريات. فاعتقد توقيت المعسكر كان مهم جدا، مردود ان شاء الله هيظهر على اللاعبين بدءا ان شاء الله من مباراه الاتحاد العاصمه باذن الله. الحالة المعنوية عند كل اللاعبين، وخصوصا ان احنا بنتكلم على ان في يعني في جمال كده احنا بنشوفه في كل الصور والفيديوهات، والى اي درجة انت شخصيا شايف ان الموضوع ده ان شاء الله هيؤتي ثماره مع انطلاق الموسم الجديد ومع مشاركة النادي الاهلي في كافة الاستحقاقات اللي جاية ان شاء الله؟ يعني خليني اقول لك يا كريم، الحاله المعنويه عند اللاعبين يعني انعكاس المعسكر منعكس على الحاله المعنويه بالنسبه للاعبين. وزي ما انت متعود يا كريم، انا دايما باخد المصطلح بتاعك، الحاله المزاجيه بالنسبه للاعبين اعتقد بيبقى مردودها احنا بنشوفه في وجوه اللاعبين، بتشوفه على اللاعبين في التدريب، بتشوفه على اللاعبين في كل يعني انت يوم اللاعبين كله موجود معاك، انت اللعيبه بتشوفها في كل الاوقات. فاعتقد الحاله المزاجيه بالنسبه للاعبين، يعني انا بيني وبينك اللعيبه عايزه تطول كمان شويه هنا في النمسا، الاجواء ممتازه، الاجواء رائعه، توقيت المعسكر، المكان اللي تم اختياره طبعا من قبل اداره النادي الاهلي اختيار موفق جدا، الامكانيات المتاحه ايضا في المنتجع والمتاحه في هذا المكان مش مخليك محتاج اي حاجه ان انت تخرج خارج المكان الا جوله حره فقط اللي كانت في فيينا، واي امر تاني بخصوص بقى التدريبات الريكفري الحاجات الطبيه الجوانب البدنيه في اجهزه طبعا موجوده هنا مش موجوده في يعني في سواء في الشرق الاوسط او في افريقيا. فبالتالي اعتقد يعني مردود هذا الامر على اللاعبين، سواء يعني اللي بتكلم كمان في الساونا وغرف الساونا والاستشفاء بالنسبه للاعبين اعتقد على افضل يعني امكانيات متاحه على مستوى العالم. الامر ده منعكس على الحاله المزاجيه بالنسبه للاعبين، بيبان مردودها طبعا يا كريم في التدريب في اللعيبه كلها، كل لعيب بيحاول يقدم اوراق اعتماده لمستر كولر. انت عارف ان عندنا اكتر من لاعب في اكتر من مركز، وده عامل منافسه شريفه ما بين اللاعبين. لكن يا كريم واحنا بنتكلم من خلالك ومن خلال قناه الاهلي طبعا ومن خلال مريم، خليني برضه اقربك من صوره اكتر بخصوص بعض اللاعبين طبعا اللي غادروا معسكر النادي الاهلي. يعني بالامس غادر معسكر النادي الاهلي بيرسي تاو للانضمام الى صفوف او معسكر منتخب جنوب افريقيا. اليوم غادر 7 لاعبين من النادي الاهلي للمنتخب المصري، 3 لاعبين للمنتخب الاولمبي، احمد نبيل كوكا ورأفت خليل واللاعب حمزه علاء الثلاثي لانضمامهم للمعسكر المنتخب الاولمبي. وغادر ايضا رباعي المنتخب الاول كابتن محمد الشناوي، محمد هاني، مروان عطيه ومحمد عبد المنعم. ومنذ دقائق ايضا غادر اليو ديانج لاعب النادي الاهلي للانضمام الى معسكر منتخب مالي. يعني انت كريم بتتكلم في يعني 7 لاعبين واليو ديانج 8 وبيرستاو 9 وايضا علي معلول اللي هيغادر ايضا معسكر النادي الاهلي للانضمام الى منتخب تونس. انت يعني عناصر من العناصر المهمه والاساسيه بالنسبه لتيم وفريق النادي الاهلي طبعا بتبدا خلاص ان هي تغادر مقر الاقامه ومعسكر الفريق. الامر ده يعني بالنسبه لمستر كولر مدي انزعاج شويه لمستر كولر اللي كان بيفضل بقاء اللاعبين طبعا معاه، خاصه ان فتره الاعداد دي بتبقى الفتره اللي انت بتقف عليها على رجليك طول الموسم، وانعكاسها ومردودها ما بيبقاش على النادي الاهلي فقط ولكن بيبقى ايضا على المنتخبات الوطنيه، المنتخب الاولمبي، المنتخب المصري الاول. لكن خلاص تعرف يعني كان استسلام للقرار مستر كولر جهاز فني ارتأى ايضا يعني برضو المصلحه العليا سواء للمنتخب المصري او المنتخب الاولمبي وايضا للمنتخبات الاخرى. طبعا يعني هو كان يفضل طبعا ان اللعيبه دي تكون موجوده، لكن غادر اللاعبين اليوم وامس. طبعا الفريق من المقرر ان هو يخوض تدريب مسائي اليوم ان شاء الله في تمام الساعه 4:15، وده بالمناسبه كريم هيبقى التراي
ماتش للمباراه غدا. وزي ما قلنا يا مريم بالامس ان النادي الاهلي عنده مباراه غدا بمشيئه الله امام فرق احد فرق المقدمه في الدوري السلوفيني، يعني الفرق واحد من الفرق اللي بتلعب طبعا في بطوله اوروبا. المباراه دي هتكون غدا ان شاء الله في تمام الساعه 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهره. النهارده طبعا هيبقى تدريب التراي ماتش هتجرب من خلاله بعض الامور اللي انت عايز تطبقها بكره في المباراه. يوم المباراه هيبقى في تدريب خفيف صباحا لمده 20 دقيقه، ثم طبعا التحرك الى مدينه جراتس اللي بتبعد عن هنا عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني من 25 ل 30 دقيقه. طيب فاروق خلينا اسالك بمناسبه مباراه الغد، احنا يمكن بنطمن منك كل يوم عن حاله المصابين كريم فؤاد، اكرم توفيق، وايضا يعني يمكن ياسر ابراهيم، امام عاشور، شفناهم بيؤدوا برامج تاهيليه، وشفنا ده كمان يمكن خلفك امس وانت معانا من اللايف. خليني اسالك عن حاله المصابين، يمكن يوم بعد يوم بيبقى فيها مستجدات، وهل ممكن حد فيهم يلحق بمباراه الغد ولا يمكن هناجل شويه انضمامهم للمباريات حتى مباراه اتحاد العاصمه الجزائري؟ هل ممكن هم يلحقوا بيها ولا لسه الرؤيه لم تكتمل بخصوص مشاركتهم في مباراه الغد ومباراه اتحاد العاصمه؟ يعني نقطه مهمه جدا يا مريم، لكن خليني اوضح يعني هذه النقطه. خلاص احنا مش عايزين بعد كده نقول ان كريم وامام واكرم مصابين، لا خلاص المستر كريستيان فينك الدكتور او الطبيب خلاص ادى التصريح بمشاركه اللاعبين في التدريبات والمباريات. مشاركتهم في المباريات بقت يعني امر بيخضع للرؤيه الفنيه المستر كولر. يعني انت تابع طبعا يا مريم متابع معانا كل التفاصيل من البدايه للنهايه. خليني اكد لك خلاص مش يعني مش هنقول تاني خلاص ان اكرم وكريم وامام عاشور في قائمه المصابين. خلاص اللي بتوقع عندنا في قائمه المصابين فقط الكابتن عمرو السوليه اللي بيأدي برنامج التأهيلي وماشي فيه بخطوط ممتازه، ابتدى طبعا بالجري حول الملعب ودخل في مرحله ثانيه طبعا من البرنامج التأهيلي، لكن كافه اللاعبين ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، كريم فؤاد، امام عاشور، جميع بيشاركوا في التدريبات بصوره كامله بالتحامات. وزي ما قلنا ان الفحص الاخير من مستر فينك كان بخصوص مش الحاله الطبيه، هو كان بيدي التصريح الاخير للاعبين للمشاركه في الالتحامات والمشاركه في المباريات. اذا اللاعبين من اللحظه اللي انا بكلمك فيها مريم جاهزين للمشاركه في المباريات من اللحظه الحاليه، ولكن يتبقى الرؤيه الفنيه لمستر كولر للاعبين. يعني طبعا الامر ده كمان ان مستر كولر يعني بيستعجل طبعا ان يكون وجود كريم واكرم وامام عاشور في مباراه السوبر. بالمناسبه كان جزء من التكتيك اللي بيشتغل عليه امبارح كان مبني على هؤلاء اللاعبين طبعا في التدريب الامس، لكن مستر كولر مجهز يعني جزء بدني مع تيتسيان اندويا للثلاثي بالتحديد لسرعه تاهيلهم طبعا، ويكون مدى جاهزيتهم ولحاقهم ان شاء الله يكونوا جاهزين. طمنتنا الحقيقه يا فاروق على حاله المصابين ودايما بتطمنا اول باول وباغلب المستجدات، يعني كعادتك الحقيقه عامل شغل اكثر من رائع انت وفريق عمل شاشه قناه النادي الاهلي. الحقيقه بنطمن منكم دايما وبنعرف اخر المستجدات. عايزه اقول لكم ان كل جماهير النادي الاهلي بتبقى مستنيه فاروق هذه التغطيه الخاصه جدا والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي عشان تعرف منها اول باول كل المستجدات الخاصه بالمعسكر الهام جدا للنادي الاهلي في النمسا. بنشكرك جدا زميلنا العزيز فاروق صلاح.